نقسم عليك أن تستمر هذه الانتفاضة حتى تحرير القدس وتحرير الضفة وتحرير فلسطين، وهي ماضية بإذن الله. فلك يا انتفاضة القدس، دماءنا وأجلاءنا ووقتنا ومالنا وجهدنا وتحريضنا 24 ساعة. يجب أن نقف أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يا خنسوات فلسطين، يجب أن نقف كلنا على قلب رجل واحد، على انتفاضة القدس التي قادها أهل القدس الذين بشر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم.